سنتحدث في هذه الحلقة عن كثير من الأشياء جد بشريك الحياة، الطاقة، الترددات، كيف نختار شريك الحياة بالطريقة الصحيحة، الحب، العشق، التخلص من التعلق، إكسترا. شاهدوا هذه الحلقة إلى النهاية لأن سيكون فيها كثير من الرموز ومن الأشياء التي ربما كانت غائبة عنك. وأود منك أن تشاهد مع التطبيق، لا تشاهد الفيديو وتكمل حياتك كما كانت، وأنا أود منك أن تنظر بطريقة مختلفة. أوكي، أولا سنبدأ بأنواع العلاقات العاطفية المعروفة. سنتحدث عن الأجزاء التي قسمتها، يمكننا أن نسميها نظرية نضال في العلاقات العاطفية، قسمتها على عدة أنواع. لدينا النوع الأول وهو العلاقة العاطفية التي يكون فيها شريكي الحياة الاثنين، سواء في علاقة عاطفية أو زوجين whatever، يكون فيها أن يكون يود تلك البنت بتلك الصفات، مثلا لا تخرج من المنزل أو لا تفعل الأشياء الخاصة، تكون تطبخ وغيرها، وهو يذهب إلى العمل، يعود مرة أخرى، يقضي بعض الوقت مع أصدقائه في المقهى ويعود، وهكذا تكون روتينه حياتهم. هذا هو النوع الأول. نوع العلاقة الثانية وهو نوع العلاقة التي يكون فيها الرجل يحب أن تكون لديه علاقة عاطفية مع بنت أيضا لديها شغف ونجاح، وهو لديه شغف ونجاح، يجمعهم الحب والنجاح في نفس اللحظة. هذا النوع من العلاقة الذي يكون فيها الحب وكونهم الاثنين كبارتنر أو كزملاء في مسيرة الحب والحياة، وهذا هو النوع الثاني، قليل جدا ولكنه موجود. النوع الثالث من العلاقة العاطفية هو الذي يود أن يكون open minded، يكون مع شريكة حياته، يسافرون، يخرجون، يقضون أوقات الممتعة، يتسلقون الجبال، ربما يسهرون، وربما يخرجون، وربما كل شيء، يأخذون الحياة على محمل الحب والمغامرات والاستمتاع وكل شيء. النوع الرابع الذي لدينا وهو العلاقة العاطفية التي تكون مبنية على فلان ابن فلان وبنت ابنة فلان، حيث يكون الاثنين في نفس المستوى المادي، حيث يمكنهم أن يحبوا بعضهم، وهذه موجودة بكثرة. النوع الآخر وهي العلاقة العاطفية المبنية على حب المادة، حيث يكون أحد هؤلاء الأطراف يستغل الطرف الآخر، أن يكون مثلا شخص متوسط الحالة المادية أو فقير، يود أن يحب الطرف الآخر الذي هو ثري حبا مبنيا على مصلحة، وهذا أيضا موجود. ولدينا النوع الأخير وهي العلاقات العابرة، حيث لا تكون هي ولا هو مهتمين بما يسمى بالعلاقات المستمرة، وإنما يودون أن يقضوا وقتا جميلا جدا مع بعضهم البعض، إن أكملوا أكملوا، إن افترقوا افترقوا، وعادة ما تكون علاقات مستمرة وهكذا بهذا الشكل. هذه أنواع العلاقات التي لدينا تقريبا، والتي صنفتها بشكل تام في هذا الفيديو، والتي لا أعتقد أن هنالك نوع آخر تركته أو نسيته. والآن بعد أن تجاوزنا أنواع العلاقات العاطفية وفهمناها، سننتقل إلى ما سميته أنا نظرية نضال في العلاقات العاطفية أو الحب، لأن كل شيء في هذا الفيديو هو من فكري وسأعرضه لكم، والتي بدوري قسمتها إلى خمسة أنواع لاختيار شريك الحياة. ولكن قبل أن تقرأ هذه الخطوات التي سأقولها أو لكي تفهمها، يجب أنت أولا أو أنت أولا أن تمتلك هذه الصفات. أولا لدينا الفكر، وهو أهم شيء، توافق الفكر. لا تبحث عن توافق الفكر 100%، لأن ذلك يشبه بأمر مستحيل، وحتى إن وجد سيكون عامل الملل. يجب أن يكون توافق الفكر فوق 50%، توافق في النشاطات، التوافق ربما في الهوايات، التوافق يكون في نوع التفكير، الفكر، الثقافة، المعلومات، أيا ما كان نوع فكرك يكون متوافق مع النوع الآخر. فهي النقطة الأولى والأساسية، توافق الفكر. لا تود أن يكون لديك فكر مع بنت أو مع رجل لا يكون لديه نفس الفكر الخاص بك، أو يكون لا مبالاة تامة، أو يكون هنالك نوع من الاختلاف الواسع جدا فتتم وضع الحياة بشكل مزدري، وعادة هذه النوع من العلاقات تنتهي. النوع الثاني هو سلوك تلك البنت أو سلوك ذلك الرجل، كيف هو سلوكهم اليومي، هل أيضا متعلقة بالفكر by the way، هل هم من النوع المرح أو النوع الممل الذي انظر ماذا فعل فلان، انظر ماذا فعل كذا، وليس لديهم ولا أي فكرة أو معلومات، همهم الوحيد ماذا فعل فلان، ماذا فعل كذا، أخبارهم، حتى أخبارهم تجدها دائما ما تكون متعلقة بالسلبيات والكساد والملل ونفس الروتين. هذا هو أيضا يعتمد حتى على نوع السلوك اليومي أو الروتين اليومي، ما هي النشاطات الجديدة أو الأفعال أو السلوكيات التي تقومون بها، ما هي الأجواء، هل هنالك توافق أم شخص في الشرق والآخر في الغرب.
النوع الثالث هو الجمال في الوجه وفي الجسد. لا لا تلعب معي لعبة تخدر الحدس وتقول أنا أحب فقط أن تكون بفكر جميل وسلوك جميل والجمال ليس مهم. هذه اللعبة don't play this game with a master. هذا النوع من الجمال الوجهي أو الجسدي أو you name it، يجب أن تختار النوع الذي تحب أو تختاري النوع الذي تحب. هنالك لدينا أنواع مختلفة من الجمال في العالم. لا يعني أن تلك الفتاة وذلك الرجل قبيح بنظرك، يعني أن الجميع سيرونه قبيح، هنالك ربما من يغرم به. فاختلافية الأنواع هذه بين رقيق سمين متوسط الحجم أسمر وأبيض براون and black and white أو whatever، هذا النوع من الاختلاف يعطيك possibilities وإمكانيات لا محدودة من اختيار النوع الذي يهواه الإدراك الخاص بك. فلا تمنع نفسك من هذه الأشياء وتكذب على الذات، فهذا نوع من الكذب الذي لا نحب أن نلعبه هنا. 1 plus 1 equal 2 لا يوجد نوع من المناورات النرجسية. فإذا اخترت نوعا من هذه الأنواع التي قلتها وتركت واحدة فيهم، سيكون لديك عامل حياة جدا سيء وشيء ما منقوص، بما في ذلك النقطة الثالثة هذه التي تحدثت فيها عن جمال الجسد وجمال الوجه. لأنك إن عبدت بهذه النقطة أو كذبت على الذات وغضيت عنها الطرف ستخون، وستصبح عيناك تنظر بطريقة وحشانية جدا. وهنا بعض أساسيات الخيانة. ما سبب الخيانة؟ هي أسبابها الجمال والجسد. Do whatever you want، اكذب كما تريد وقل كما تريد أو قولي كما تريدي، لا تزال النظرة العين الفيزيائية للجمال الذي أمامها يلعب دورا مهم. فاختر النوع الذي تريد ولا تبعد عن نفسك هذه النظرة أبدا. وعندما أقول الاختلاف أعني الاختلاف في الجمال وفي الجسد، كل شخص كيف يهوى باي ذا واي. هناك من يقول لا 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 أحب رجلا عضلات أو رجلا رقيق أو سمين، وبالرجل كذلك. فلدينا إدراك لأشخاص مختلفة يحبون جمالا جسديا مختلفا، فكل البوسيبيليتيز أو الإمكانيات الموجودة لديك هي متاحة. فلا تكلف نفسك العناء وتعذيب الذات أو تجويع النفس لكي ترضي جمال شخص آخر ربما لا يحبك. وهذه سننتقل إليها في النقطة التي بعدها في الفيديو بعد عدد دقائق، وسوف أفسرها أكثر. الشيء الخامس هو العاطفة. بطبيعة الحال of course you want this، تحتاج شخص يكون لديه أو بنت تكون لديه عاطفة ما اتجاهك، عاطفة حقيقية وحب موجود بين كلاكما، استمتاع وانتشاك بين كلا الطرفين. لا تود أن يكون شخصا متبلد المشاعر أو بنت متبلدة المشاعر أو مشاعرها سوداء مظلمة حقودة، أو رجل مسموم أو لديه سلوكيات بغيضة. لا تحتاج هذا النوع من الشخص الذي يتلذذ بتعذيبك أو ذو شخصية سادية أو نرجسية، تحتاج شخص ذو عاطفة حقيقية اتجاهك. فلدينا خمسة أنواع سردناها الآن، إن تمكنت منهم أو إذا وجدت النوع هذا النوع بالذات get it don't lose it. الفكر، السلوك، الجمال والجسد، وأيضا العاطفة. لدينا النقطة الثالثة وهي الخجل والخوف من الحب، وهذه ما تحدث كثيرا. أتعلم هنالك كثير من الأشخاص بنات وشباب نفس النقطة بالضبط في العلاقات، تجده دائما في حالة خجل ولا يستطيع أن يتكلم، يأكل بالفرشات أو أتعلم يحاول أن كلاهما يظلني في صمت. أتعلم ذلك الشعور عندما يظل الاثنين في صمت يجد ولا أي موضوع. أو هذا النوع من الخجل يجب أن ينكسر. كن ذلك الشخص الذي يبدأ بداية النقاش وتحدث في المواضيع التي تجعل الشخص الآخر يقل لديه نوع من الخجل، ويجب أنت أيضا أن تتحلى بهذه الصفة. الخجل الأساسي في هذا الموضوع هو تخيل أن تحدثت معها ورفضتني، أو تخيل أن أنا تحدثت معها ورفضتني. باي ذا واي البنات والشباب كلاهما يقدمون عرض الحب. البنت تتحدث مع شخص تقول له أحبك والرجل كذلك، لا يعني أن الرجل فقط هو الذي يأتي للبنت ويقول لها أحبك. هنالك كثير من مروا بمثل هذه التجارب وواضحة جدا. هنالك كثير من البنات كثير جدا من يأتون إلى الرجل ويقول له أحبك، ولكن عامل الخجل أو الخوف أحيانا يكون من رفض الطرف الآخر. What's the problem؟ ما المشكلة إن رفضك شخص؟ إن رفضك شخص فهذا كان قمة الصدق معك، فهو رفضك لأنك أنت لست من نوعه، ليس أنك قبيح أو ذو كبرياء خسرت كبرياءك أو أي من أساليب تخدر الحدس وأساليب التشبث بالعنى. شخص قلت له أحبك أو أريد أن أدخل معك في علاقة قال لك آسف، فهذا قمة الصراحة، شيء طبيعي جدا.
تخيل أن كل شخص في العالم أو كل رجل أو بنت في العالم يذهبون لكل شخص يقول له محبك يقول له يس أنا أيضا أحبك، نعم أنا أيضا أحبك، نعم. تخيل هذه العبثية التي ستحدث. لكل شخص لديه نوعه، فإن رفضت فهذا لا يعني أنك قبيح و it's over، أنت سودت بك الحياة وأي من أساليب العقل الذي ربما يمسكك بها. لا بالعكس، أنت أو أنت دخلت في تجربة لم تنجح مع ذلك الشخص، هنالك possibilities أخرى، حتى وإن رفضت عدد مرات، حتى وإن هذه كلها فرص، تكفي شجاعة التقدم هذه التي تقدمت بها، أو الخجل أن تتقدم أو what the hell. يمكنك أن تندر، أعتقد تندر استخدامه بشكل مستمر جدا، أنا أيضا استخدم التندر عندما لا أكون في علاقة عاطفية. ربما تدخل في علاقة عاطفية ربما عن طريق الانترنت، تحدث مع شخص، ربما تذهب إلى الكافي، ربما في الجامعة، ربما في العمل، لديك كثير من البوسيبيليتيز، وهذه النقطة بالذات ستحدث عنها أكثر. يجب أن نلغي عامل الخجل هذا وسليب التخويف من الحب. لا توجد مشكلة، اكره اشتم كما تريد، ولكن في الحب يخجلون ويخافون ويعنفون أعظم طاقة في العالم يتم إدانتها. لهذا لدينا أشخاص عصبيين جدا وحشيين لديهم كبت عاطفي، لديهم صور دهنية، لو دخلتم بداخلها رأيتم صور الكبت المتمنية شيئا عكس ما تقول ألسنتهم. ربما يرفضون الحب ولكن بمخيلتهم صورا قد تكون جدا وحشة وحشانية. هذا ما يحدث في الكبت، تكبته يحدث بداخلك ويحدث في أحلامك. يجب أن وفري أورسيلفز، نفرغ أنفسنا بشكل تام، تتقدم نفسك إلى لشخص تحبه وعادي، إذا رفضت أو إذا قبلت أو هذه هي لذة الحياة، بين الفشل والنجاح، بين الخسارة وبين الربح، هذه هي لذة الحياة، هذا هي الأزدواجية التي تحدث بينها. فلا تجلس في زاوية وتتمنى، نو ضع نفسك في النيران، ضع نفسك في الريسك، واشعر بالتقزز عندما أقول ضع نفسك في الريسك بأن تطلب من شخص يحبك. هذا شيء بحد ذاته مقزز، لأنه شيء طبيعي جدا أن تطلب من شخص يحبك. لا تجعل الأنا تتدخل بأن ماذا لو قلت له أحبك ورفضني، ماذا سيقولون الناس، ماذا سأمس كبريائي، أنا لست، لا ضع كل هذا جانبا، ضع كل هذا جانبا، هذه الحياة بلدتها وجمالها إن أردت أن تعبر مفاهيم الوعي. وأيضا لدينا يجب أن نرسل له رسالة إلا بعد أن يرسل لي هو رسالة، وهذه لا يجب أن أتصل به إلى أن يتصل بي هو. وفي كلا الحالتين أنا الرابح، تعلم لماذا؟ لأنه إذا لم يرسل لي رسالة في الصباح، أو إذا لم يتحدث معي في الصباح، أو إذا لم يعطيني قبلة الصباح أو كذا، هذا يعني أنني سأضع له اللوم بدون أن أنقص من كبريائي. كيف؟ يا خائن أو يا كذا، أو أقول له أنك لا تحبني وأنك تعبت. وبهذه الطريقة لا أستطيع أن أكون، هذه الأساليب لا داعي لها، هذه الأساليب من التي تنقص من مستوى جمال الحب لا داعي لها. إذا لم يرسل لك رسالة هنالك أعذار أخرى، أو ربما كذلك ما يدور في ذهنك، ولكن لا توجد حاجة من المناورات النرجسية هذه والانتظار. ماذا إذا أنت من اتصل أولا؟ ماذا إذا أنت من أرسل أول هذه الرسائل؟ ما هذا الصراع الساذج الغبي جدا الذي يجعل الحب جدا مقززا اليوم؟ So pay attention، اسقط كل المفاهيم المتعفنة الفاسدة التي جمعتها، وانظر إلى الحب بمفهوم آخر، شيء ما جدا جميلا سينبثق. وهذا ما تحدثت فيه سابقا عن الحب الغير مشروط. Okay now let's get to the real thing، كيف نرفع ترددات الحب التي لدينا؟ أولا لدينا النقطة الأولى، حب الذات والانتشاء في الحب، وهذا ما أيضا سنتحدث عنه عن جد بشريك الحياة في هذه النقاط أيضا. لا يمكنك أن تحب بدون أن تحب ذاتك أولا، هذا ما يحدث اليوم، لهذا لدينا التعلق. ربما ستحدث لكم عن مفهوم الحب بعد عدد دقائق بعد أن أمر من هذه النقاط. يجب أولا أن تبدأ بحب نفسك قبل أن تحب غيرك. كيف يمكن لك أن تحب شخصا ما بدون أن تعرف من هذا الذي يحب؟ مثل شخص تحدث معي قال لي أنا في حالة متوسطة المادية، وطلبت من فتاة ما ثرية أن أدخل معها في علاقة فرفضت، وبنت أخرى قالت
كنت في أود أن أدخل في علاقة مع رجل ثري فرفض. ما هذا الاستحقار؟ ماذا عدم العدل في الحياة؟ Of course يجب أن يرفضوا، هنالك استحقاق لدى الناس. إن كنت حقا لديك حب الذات بداخل جوهرك لما رأيت أنك في حالة ما لا تستطيع ربما أن تطعم نفسك وتود أن تدخل شخصا ما في مسؤوليتك. إن كنت حقا تحب ذاتك لما أردت أن تعذب شخصا ما باسم الحب. أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تقدم شيئا ما لكلا الطرفين أو كالمسؤوليات المادية وغيرها، وتضع اللوم على الحياة لأنك لا تستطيع أن ترضي الطرف الآخر سوى ماديا أو مسؤولية وتضع عليه اللوم. لا، في حقيقة الأمر ابدأ بنفسك أولا وثم تبدأ درجة الارتقاء. أما النظرة الدونية أو لماذا هو يتكبر علي، لأنه بطبيعة الحال شخص يعيش معززا مكرما في منزله في ثراء تام وتود منه أن يخرج من هنالك لكي يعيش معك في الديون ويعيش معك في هذه الأجواء باسم الحب، لا، هذه أنانية. أنت تخرج شخصا ما من الجنة جنان الحياة لكي تدخله معك في الجحيم. هذه هي الأنانية التي تنبع من كره الذات وليس حب الذات. ليس لأن تأخذ الطرف الآخر وتضعه في نيران جحيمك باسم الحب وتلعب دور الأنانية. أنت دمرت حياتك مسبقا من البداية وأخذت طرفا آخر لكي تدمره معك، ثم تسأل What the hell is going on? It's not fair. لا، هو من تمام العدل ذلك الرفض الذي حدث. أنت عندما تود أن تحب، تود أن تحب شخصا مستقلا بذاته، مستقلا بنفسه كما أنك أنت مستقلا بذاتك. لا تود أن تأخذ بيبي وتضعه بين أحضانك وتظل تمروح به يمينا ويسارا. الحب هو عبارة عن شيء ما يأتي عن طريق طرفين. الحب لا يمتلك، قلت لكم سابقا هو طاقة مطلقة، It's infinite. الحب هو لا شيء مطلق، هو أزلي، سيكون دائما وأبدا. الحب، هل هنالك شخص ما فيكم يمتلك الحب بين يديه؟ هل هنالك شخص يمتلك الحب بين يديه أو يمكن أن يدخل عملية جراحية لكي يراه في قلبه؟ لا أحد يمتلك ذلك، ولكن لدينا شعور الحب موجود بالطريقة البيولوجية بالهرمونات وموجود أيضا كعمل روحي لدينا. فالحب لا يمتلك، الحب موجود أبدا، نحن ندخل فيه لكي نعيش فيه، ليس لكي نمتلكه، ليس لكي نمتلك الأشخاص باسم الحب، ليس لكي نعذبهم معنا أو نتعلق بهم أو نكرههم، ذلك مناف للحب. لهذا كلما يحدث التعلق يحدث الفراق. فيجب أن تفهم الحب قبل أن تذهب في الحب. والنقطة الثانية، الاستحقاق الكلي والكمال الذاتي بدون تدخل الأنا. أن تنظر إلى نفسك نظرة استحقاق للحب. هنالك من ينظر إلى منظر علاقة عاطفية، يا ليتني مثلهم، أنا لست كذا، وهي تقول أتمنى لو يكون علي كذا. ولكن عندما يلتقي كلاهما بأصدقائهم، لا أود أن أدخل في علاقة عاطفية لأنني أود أن أبقى مرتاحة، ولكنها هي تتمنى وهو يتمنى أن يدخلني في علاقة عاطفية، وهذا كراندوم بيبل، كأشخاص عشوائيين اخترتهم. فيجب أولا أن ننظر إلى أنفسنا بالاستحقاق بأن نكون في علاقة، ولكن لا تنظر إلى نفسك بأنك قبيح أو إلى آخره، لأن ذلك هو ما سيكون، ذلك ما هو That's what you are vibrating in. هذا هو ما أنت تهتز فيه، هذه هي حياتك التي ستصنعها. يجب أن يكون أولا الاستحقاق الذاتي لاستقبال الحب. لا تغلق الأبواب وتنتظر الحب لكي يدق بابك، افتح الأبواب وهنالك سترى إلى شيء ما مختلف. الشيء الثالث، التأمل الحب والامتنان لكل شيء ومسامحة الماضي والتعلق. تأمل الحب والامتنان، الحب طبعا لدينا مفقود، ربما تسمي أنك تحب أو أنك لا لا لا، هذا حب عقلي بدأ من البداية ولا يزال يستمر. الحب هو أن تختبر شيئا ما خارجا عن العلاقات العاطفية. الحب ليس حب الوالدين فقط أو حب حبيبتك فقط أو حب أبنائك فقط، لدينا حب كثير فخم، ربما حب الأشجار، ربما حب الرياح، ربما حب، هنالك حب ربما مفقود عن عينيك فقط لأنه لا يتحدث أو لا يتنفس، تظن أنه غير مهم. فالهوى لا يتحدث معك، هو لا يبتسم إليك، هو لا يغضب إليك،
ولكنك بدونه لن تستطيع أن تعيش. فالحب ينطلق إلى كل شيء، حيث يكون تكون قنوات الطاقة لديك مفتوحة لكل الأبعاد الأخرى. الطاقة العظيمة رقم واحد في الكون هي الحب. إن ماتت مات كل شيء. إن مات الحب أو إن لم يتنفس لا داعي لمسيرة الوعي. فمسامحة الماضي تبدأ بإدراك ما حدث، وأن تسامح كل شيء وقع لك، وتسامح نفسك أولا بكل العلاقات العاطفية والتعلق أو الأشياء التي حدثت لك، تنظر إليها كما هي بدون خوف منها أو تغاضي عنها، أو كما يحدث بالتفكير الشعبي السائد الذي دمر هذه الفلسفات باسم التفكير الإيجابي. لا، ضع نفسك في النار كفاك جبنا وخوفا من الماضي باسم التفكير الإيجابي. ضع نفسك من النيران واخرج هنالك، هنالك يموت الماضي. هناك تضع دلو الحياة ودلو الماء في النيران التي لا تزال مشتعلة في الماضي. ضع نفسك في تلك الظروف وانظر إليها، لا تقل ذلك السبب وذلك السبب، قل أنا السبب. في الحقيقة of course أنت السبب، أنت من دخل في العلاقة، أنت من تعلق، أنت من تخلى عن ذاته لكي يتمسك بذات أخرى، أنت من صنع الجحيم في حياته، أنت من تسبب بالأذى في حياته ربما لكي يطرده مديره أو يطرده شخص ما، أنت من فعل كذا وفعل كذا لكي يتلقى تلك العواقب. لا شيء يأتي إليك من العدم، وإنما أنت تصنع ذلك بفكرك أو بفعلك. فما إن تعترف بهذه النقطة هنا تبدأ صفحة جديدة خالية من الماضي، ليس بالهرب من الماضي والتفكير الإيجابي، وإنما الغوص في الماضي ورؤية ما فعلت وأنت بيدك لكي تغسل يداك وتنظف وتخرج من جحيم نيران الروح، وهكذا تتخلص من كل شيء. وربما هنالك أيضا تقنيات أخرى التي تحدثت عنها في التعلق، وهي تغيير الصورة الذهنية للشخص الذي أنت متعلق به. استمر في تأمل الحب والامتنان لذاتك المجهولة قبل أن تحب ذاتا لا تعرف نفسها ولا تعرف أنت من الذي يحب. فهذا مهم لكي نحرك عظم طاقة لدينا لكي يشع منك نوعا من الجمال لا تحتاج فيه إلى كيف تخلص من التعلق أو كذا، لأن كل البوسيبيليتيز مفتوحة لديك. وهذه من بعض التعليم السرية وفهم عقل الطرف الآخر والتأثير، وهذه موضوع أخرى لن نتحدث عنها. النقطة الأخرى وهي الاستسلام، الاستسلام للحياة. لا لا لا, لا تلعب لعبة، الحياة بائسة والحياة إيجابية. استسلم استسلام كلي، فالحياة تحدث في الآن وبها صمت، والصمت يضج بلحن لا تستطيع أذنك أن تستمع إليه إلا بعد أن تستسلم لما هو غامض وغائب عن عينيك طوال هذه السنوات التي عشتها، لكي تستمع إلى لحن الحياة بالاستسلام. تستسلم لكل أفكارك، تستسلم لكل شيء، هنا تفتح أبوابا جديدة لحياتك. استسلم في التأمل، لا تقاوم، استسلم لكل شيء. التأمل والاستسلام، كم من شخص يتأمل هكذا متشبت بمعتقداته وبما لديه، هذا ليس تأمل، هذا you make it worse، تجعل هذا الموضوع أسوأ. التأمل هنا يدمر ذاتك وليس يرقيها، حتى يصنع بداخلك أشياء أنت في غنى عنها. التأمل والاستسلام، الحب، العاطفة، that's what meditation is. النقطة الأخرى الرياضة أو اليوغا والمرح. هنا يجب أن نحرك ترددات الجسد الخامل. لا تعتقد أن ترددات الجسد أو الطاقة التي تسمع بها وأنت تأمل وتنام وخ، طاقة الجسد الفيزيائي يجب أن تتحرك وتضخ بالطاقة. الحياة حيوية وجسد الإنسان حيوي، فيجب أن تحرك هذا الجسد لكي يضخ بالطاقة. يمكنك أن تعود إلى العلم الحديث وتنظر إلى فوائد الرياضة بشتى أنواعها أو فوائد اليوغا، لما فيها من ضخ هرمونات السعادة في الجسم وتحريك الدورة الدموية. كيف يمكن الطاقة أن تعبر من خلالك وتعبر أنت من خلالها وتدخل في الانتشاء الذاتي بدون أن تحرك هذا الجسد الذي ممتلئ بالزيوت؟ أو يجب أن تقوم بالرياضة وتتحرك. هنا كيف نحرك الطاقة؟ هذه هي من أحد الأشياء المهمة. النقطة الأخرى هي تخيل الآن بعد كل هذا، هي تخيل الشخص العشيق أو العشيقة بدون وضع صورة له، لأن الصورة التي تضعها وتظن أنها خيال هي صورة شخص ما أنت رأيته. Don't make a picture to your loved ones. إذا كنت
تحبه، تود أن تجد علاقة ما في حياتك بعد أن تمر على هذه الخطوات الأولى التي تحدثت عنها. وهنا يمكننا أن ننتقل لهذه التقنية، أن تضع صورة للشخص الذي تحب، تقضيان وقتا ممتعا بالطريقة التي تحب وبأجوائك أنت التي تصنعها بذهنك. وهنا يكون تحرك الطاقة بسلاسة وبسهولة، بعد تحريك الجسد، بعد تحرك الطاقة، بعد الحب والامتنان وتأمل الحب، بعد نزع الفكرة السائدة المعروفة المتشبتة الذي موجود، بعد مسامحة الماضي، هنا نفتح أبوابا أخرى للسمو. بعد هذه النقطة لا تغض الطرف عن النيران المشتعلة، فهي التي ستحرق ما ستصنعه أنت الآن، وسيظل حتى التخيل الذي ستصنعه لصورة الشخص الجديد الذي لا تعرفه ستكون عبارة عن صورة الشخص أو الحبيب الأول الذي كنت متعلقا به. So be careful. يجب هنا أن تنظف كل ما هو موجود سابقا وتبدأ في بداية صفحة جديدة. الحياة is full of possibilities. الحياة هي عبارة عن من unlimited possibilities في حقيقة الأمر، إمكانيات لا محدودة إن تمكنت من فهم ذلك. هل تعتقد أن العلاقة العاطفية شيء صعب؟ هل تعتقد أن تكون جذابا جدا شيء صعب؟ ليس صعبا، of course it's not hard، ولكنك لم تفهم قوانين اللعبة، ليس إلا لم تفهم حب الذات أو تحريك طاقة الكون لتعبر من خلالك أنت نفسك. هذا هو ما ينقص، وخصوصا الحب. دائما ما تحدث عن هذا الموضوع، لا تستمع لكلمة الحب التي تقولها ويخطر في ذهنك حب الأشخاص فقط، إنما تحدث عن infinite love. لنعود الآن للموضوع. عندما تتخيل صورة الشخص الذي تود أن تقضي به علاقة عاطفية ما، تضع في الصورة الذهنية المواهب التي لديك التي تتفق معه، نوع التفكير، المواضيع، الفكر، السلوك، العاطفة إلى آخر ما تحدثنا عنها، والذي يجب أن يكون موافقا لما لديك. لا تطلب الذهب بدون أن يكون نقود في جيبك، وتضع تلك الصورة بشكل تام في ذهنك، وهنا تظل تحركها وتعيش في الامتنان. هذا هو النقاط الأساسية. هنالك شيء آخر، مازال هنالك ما سنتحدث عنه، هو البحث. Yes of course، البحث. لا تنتظر الكون لكي يأتي. هنالك أحد الأشخاص قال لي It's okay، فعلت كل شيء، الآن الظروف ستأتي إلي. No I don't get it. لا لا لا، ليست هكذا. ما فعلته أنت هو عبارة عن تحريكي، لو دون أعطيها نسبة ولكن لكي أقربها، 70% تقريبا. لماذا نضال 70% والبحث أو الفعل يأخذ 30%؟ لماذا وضعت هذه النسبة؟ طبعا هذه النسبة هي كتعبير مجازي، لأن لا أستطيع أن أضع نسبة بالضبط، ولكن كل شيء يحدث في الخارج يبدأ من الداخل. لا تستطيع أن تذهب لكي تشرب الماء إلا بعد أن تحدث الرغبة بداخلك. إن أتت الرغبة في شرب الماء سيحرك تلك الرغبة ذلك الجسد، والجسد سيعطش، أو ربما تحدث من الجسد كالعطش إلى الداخل لكي تحرك الرغبة، والرغبة ستحرك هذا الجسد لكي يشرب الماء أو لكي يأكل الطعام. هكذا هي العملية كيف تحدث من الداخل إلى الخارج. إن كان شخص ما لديه صالة رياضة بجانبه ويحلم دائما بأن يكون لديه جسد رائع جدا أو جسد جذاب، لنقل بالمودرن واي، هل أجواء أحلامه الذي يود أن يتمنى بها أن يأتي كل شيء إليه بدون ردة فعل، هل يعني أن صالة الرياضة ستدخل إليه؟ طططط، مكينة البايسبس أنا أتيت، مكينة التريسف أنا أتيت، مكينة الصدر أنا أتيت، الجسر الذي تمشي به، الجسر الذي هذا الذي تصعد فوقه وتظل تجري، سيأتي إليك وسيقول لك لا لا الحاجة لأن تحرك جسدك، أنا سأضعك سأحرك لك أقدامك، I'm gonna do everything for you just relax، ويمكنك أن تأكل، الطاقة ستحرق الدهون بجسدك، أنا سأفعل لك كل شيء. هذا لا يحدث. ما يحدث حقيقة هو أن صالة الرياضة موجودة بجانبك، ما تحتاج أن تحركه هو أن تحرك الأعماق، الرغبة، الشغف لفعل شيء ما، وهذا الشغف سيحرك الصورة الذهنية ومن ثم يحرك وهذا الجسد، وهذا الجسد سيتحرك إلى صالة الرياضة. كل شيء يبدأ من الداخل وينطلق إلى الخارج. فلا تستخدم هذه المواضيع لصنع أمنيات بالتي هي ربما تكون في فكرك، فربما تفقد الأمل في هذه المواضيع، لا يوجد شيء حقيقي، لا يوجد كذا، لا، فقط لم تفهم قوانين اللعبة وظننت أن الكون يعمل من أجلك.
لا، أنت يجب عليك أن تبدأ اللعبة ويبدأ كل شيء من خلالك. الآن لدينا النقاط الأخيرة، وهي ما نسميها بالعوائق أو التعلق، وهي مرتبطة بجذب شريك الحياة. Listen carefully، استمع جيدا. أولا، يجب أن نفهم أن الحب هو مسكنا نزوره، هو بيت نزوره، ليس بيتا لكي نمتلكه. والعشيق أو الحبيب الذي سيأتي لنا في هذا البيت هو ليس شخصا لكي نمتلكه، وإنما مثلك زائر وهي زائرة. والبيت ليس ملككم، هو موجود أزلي، هذا هو الحب، تكونون فيه. يوما ما ستخرجون من ذلك المنزل كلاكما، أحدكم ربما سيموت قبل الآخر أو تتفرقوا أو whatever. لا يجب أن تذهب متمسكا بذلك المنزل أو تتمسك بالحبيب الذي سيشاركك القضاء في ذلك المنزل. أنت عابر في الحب وليس منزلك. It's not owned by you. You are living in it. مثل بيت الإيجار، أنت لا تمتلكه ولكنك تعيش فيه. هذه هي النقطة الأولى، افهمها جيدا. النقطة الثانية، المقاومة. إياك أن تقاوم من أجل الحب، إياك أن تقاوم من أجل الحب. المقاومة هي من أحد الطرق التي تسبب الدمار، والتي بدوري عادة تكون متعلقة بالتعلق وغيرها. مقاومة تلك المشاعر والشك وإلى آخره، لأن مقاومتها ستجعلك تنفجر مع الشخص الذي تحبه. ربما تتظاهر بعدم الاهتمام لمدة من الزمن، وثم هذا سيولد كبت لتنفجر أمامه فيستغرب ما الذي تقوله، كنا بخير، لكن هذا ما قمت بجمعه بمقاومته سينفجر يوما ما. المقاومة أيضا تحدث في رؤية هذه الإمكانية، وأنك يمكنك أن تدخل في علاقة عاطفية رائعة. أن تقاوم، تقول مستحيل، هذا لن يحدث، أنا بشع، أنا كذا، أنا لن يعجب بأحد. هذه المقاومة التي ستصنعها هي التي ما ستحدد ماهيتك، وهي التي ستدمرك. تارة تقول أوكي it's possible، يمكنني أن أدخل في علاقة عاطفية وأصنع هذه الصورة، ثم تقول لا يمكن أن يحدث، فتظل في مقاومة بين الرفض والتقبل. وكما قلنا هنا نحتاج الاستسلام. ثانيا، الحاجة. لا يجب أن تكون بحاجة إلى الحب. قولوا لي بعد أن قلته كل هذا تقول لي لست لك بحاجة بالحب. سأفسر لكم أكثر. الحاجة للحب يدفعها عنك بعيد، ليس للحب فقط، كذلك للمال، للعمل، whatever you want. كلما احتجت الشيء كلما قلت له قد هلا راهي. بالضبط، كلما تحتاج شيئا ما تبعده عنك. أنت لا تود أن تحتاج الشيء، أنت تعيش في الشيء. هناك فرق بين أن تصبح وبين، لا أعلم كيف أقوله، بين تصبح وبين أنت الآن الذي يبدأ. هناك فرق بين being أوكي وبين becoming، وهذا هو الفرق، هو أن تود أن تصبح أو تود أن تكون. وأخيرا وجدت لها تفسيرا بالضبط، أتود أن تصبح أو تود أن تكون. إن أردت أن تصبح، الإصباحية التي تود أن تصبح بها هي لا نهائية. تود أن تحب، ثم تود أن تجمع كذا، ثم تود أن تود، دائما تود، دائما تود، دائما تود بدنيا. ولكن إن أصبحت، إن كنت، فأنت قد بدأت. وذلك أعلم أن كثير من الأشخاص يقول الحاجة للمال، الحاجة للكذا. أنت عندما تحتاج الشيء يجب أن يكون لديك الأداة له. أنت عندما تحتاج تأخذ الخضروات يجب أن تكون لديك الأداة لكي تقطع بها الخضروات. فما فائدة الخضروات بدون الأداة التي كنت تقطعها؟ إن أردت أن تأخذ الذهب يجب أن يكون لديك المال لشراء الذهب، وهذا ما قلته لكم. فأن تكون في حاجة ما لعلاقة عاطفية موجودة، فهذلك سيولد نوعا من التعلق، وأن تكون ما يسمى بنيدي. تعلم دائما حاجة إلى الطرف الآخر، تود دائما بجانبك وكذا، هذا ما سيولد نفور الطرف الآخر. فدائما كن في الجو كما هو، لا تود أن تحتاج أو لا تحتاج. فذلك قل لي الآن نضال، إن رفضنا أو إذا أبعدنا هذا الشيء ذلك سيولد المقاومة، وإن لم نحتاج له أيضا سيولد الذهاب والمقاومة،
What's going on؟ ما هذا الذي تقوله؟ لم نفهم بالضبط. نعم، لأن هذه الأشياء متعلقة بالنقطة الثالثة وهي التوقع. دائما عندما تصنع شيئا ما دائما ما يكون لديك توقعات. نعم جميل أن يكون لديك توقعات، ولكن مشكلتنا أننا نربط حياتنا بتعلق بتوقعاتنا. إن ضللت على سبيل المثال تود أن تصنع مثلا منزلا معين، ولكنك توقعت صورة ذهنية تودها بالضبط أن تحدث بذلك المنزل الذي أنت تبنيه الآن، ولكن ربما شيء ما بسيط جدا يكون مخالفا لتوقعك، تضطر أن المنزل كله سيء وأن توقعاتك سيئة، أنك لم تنجح، أنك ليس كذا. لا، هذا هو ما تحدثت عنه في النقاط السابقة، والذي يولد هو التوقع. نضال أنا قمت بقانون الجذب وفعلت كذا وفعلت كل شيء، ولكن لم يأتي شيء. لم يأتي شيء لأنك تتوقع، لأنك تحتاج. فما إن تتوقع تظل تنتظر، مثل الرجل الذي ينتظر قطارا ما لكي يمر في فجرة الحجر، في فترة الحجر هذه. أنت تتوقع شيئا ليس آتيا، فضع التوقع جانبا وابدأ في العيش. Start living. مشكلتنا أننا نتمنى العيش، نتمنى الحياة، بينما أن كل شيء بجانبنا، ولكن دائما نتمنى. دائما تشاهد الأفلام الرومانسية والخرجات الرائعة، بينما أن ربما الشخص الذي تحب بجانبك يمكنكم أن تفعلوا ذلك. You can start. يمكنكم أن تفعلوا أفضل مما تشاهدوه في الفيلم. ولكن المشكلة هي التمني. هذه طبيعة البشر، يود كل شيء أن يأتي إليه. لا، يجب أن تبدأ تحرك نفسك على الشيء. فإن بدأت وحركت وأصبحت لتكون كل شيء لكي يكون. النقطة الأخرى هي المحاولة. دائما ما نربط أنفسنا، حاولت وحاولت 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 ولكنني لم أنجح. تخيل معي إن كان كل شخص في الحياة أي شيء يود أن يفعله دائما سينجح فيه. تخيل معي، أود أن أحاول أن أبيع هذه، لا أعلم، لنعد نضرب مثال إلى شيء، لهذا الحاسوب أود أن أبيعه، واو، ب10,000 دولار على سبيل المثال، أوكي، ولكنني حاولت أن أبيعه ولم أنجح. لا، المحاولة فقط، أن المحاولة ساذجة، ليس ألا، that's it. تأتي لحاسوب على سبيل المثال يكلف 2,000 دولار وتود أن تبيعه ب10,000 دولار، بطبيعة الحال ستفشل. وأحيانا تود أن تبيعه بثمن أقل وتفشل. تقول في أن كلا المحاولتين فشلت. نعم تفشل. الفشل هو عبارة عن وقود تدفعك إلى الأمام. تخيل أن الحياة كلها بدون فشل. تخيل أن الحياة بدون محاولات، من أول محاولة دائما تنجح. تخيل معي هذا، ستكون الحياة مملة صدقني. لم يكون فيها دروس. الحياة عبارة عن experiences، تجارب. عندما تخوض تجارب، تخوض تجارب سلبية أو إيجابية، كلاهما. وأحيانا التصنيف يكون مصنفا طبقا إلى عقلك، ليس ألا، ليس أن الموقف إيجابي أو سلبي، ربما يكون الموقف عادي فأنت نظرته إليه أنه سلبي. فأحيانا تقييم الأشياء هو الذي يفسد المعاني. فالمحاولات سوى في النجاح، في الحب، هي رائعة. تخيل أن كل شيء يأتي إليك ستكون الحياة مملة، لأن يكون هناك تشويق، مغامرات، حتى مكروه لنا، جربنا ذلك الشيء فوقعنا في مشكلة. الشيء الذي حاولت فيه سابقا ورأيت أنها مأساة، بعد فترة من الزمن ستنظر إليه بنظرة أخرى بطريقة رائعة وكوميدية جدا، مثل شخص كان متعلقا في علاقة عاطفية ولا يستطيع أن ينسى معشوقتها التي يحب، أو هي لم تنساه بتاتا. بعد فترة من الزمن وجدوا شخصا أفضل من ذلك الشخص الأول وفي حياة رائعة. كلما تذكروا الشخص الأول ظلوا يضحكوا، أو ظلت أو هي يضحكوا على العلاقة العاطفية السابقة، رغم أنها كانت بمنظورهم في ذلك الوقت تعلق وسلبية. What's going on؟ ما الذي حدث؟ البرسبشن، الإدراك، غير منظورها. وهذا تأتي عن طريق الحياة. نحن في الحياة نخوض تجارب. لا يوجد شيء اسمه كل شيء صائب، نحن صائبون. هذه النقطة بحدتها يدل على أنك كل شيء تفعله خاطئ. هذا يدل أيضا أنك لم تلمس جذور الحب. كيف يمكنك أن تتذوق حلاوة الحب إن لم تمر بمثل هذه الأجواء العاطفية؟ كيف يمكنك أن ترى فكرة الشخص الذي أمامك إن لم تمر بهذه العلاقات السابقة التي قبلها كانت فاشلة؟ كيف يمكنك أن تكون في
علاقة جميلة جدا مع رؤية النمط الأفكار، أو لنقل الخجل على سبيل المثال. كيف يمكنك أن تنظر إلى جمال الحب بدون أن تمر بتجارب الخجل في البداية؟ ربما أن تخجل من التحدث أو قولي أحبك أو كذا في البداية ستكون صعبة وثم ستصبح عادية. الخجل في بداية العلاقة العاطفية هو بين الطرفين يتصرفون بطريقة كاذبة واستعراض القوة وإلى آخره. بعد 3 شهور من العلاقة يصبحون يتصرفون بطريقة طبيعية. ما الذي حدث؟ What's going on؟ هذه هي المحاولات والتجارب التي تقوي إدراكنا وحدسنا. كيف يمكن للوعي أن يرتقي إن لم يصفع؟ كيف يمكن لحلاوة الإدراك التي لدينا أن نستنشقها إن لم نحاول؟ ولكن هناك فرق بين المحاولة والعمل بجد وبين المحاولة في انتشاء واستمتاع. إذا أتتك صفحة يجب أن تفرح بها فقد أيقظتك، ولكن المنظور الآخر هو العمل بجد للوصول إلى النجاح. هناك من يعمل بساعات هائلة، 16 17 ساعة في اليوم لا أعلم، أو 13 أو، ولكنهم لا يزالون يحصلون على نفس النتائج، نفس الرواتب الشهرية، نفس كل شيء، رغم أنهم يعملون بالجد بجد. ما الذي ينقص هنا؟ perception، الإدراك. ينقص شيء يجب أن يقفز، ليس بأن تعرق وتتعب وأظهري وأتعب، لا، هذا ليس نجاح. تقوم بنفس الشيء بطريقة قهرية. إما أن تصعد الجبل وأنت مستمتع بالطريق، أم أنك تصعد متشائما وذلك سيجعل الوقت يمر ببطء، أو تصعد إلى الجبل متوقعا قمة الجبل ومتناسيا الاستمتاع في تسلق ذلك الجبل، أو تود أن تصل إلى قمة الجبل عن طريق هليكوبتر فلن تستطيع أن تتذوق حلاوة الطريق التي يجب أن يعبر بها جسدك. فيجب أن نفرق هنا، هذه هي النقاط الأساسية. إن تمكنتم من فهمها في هذا الفيديو You got it man, you got it. النقطة الأخيرة هي المقارنة. في الحب لا تقارن من تحب بأي شخص آخر. هذا يحدث دائما عندما تنفصل عن شخص ما تحبه ولكنك متعلق به. الآن سنلمس الوتر الحساس. تحب شخصا ما وأنت متعلق به وتقول ربما إن دخلت في علاقة عاطفية أخرى سوف أنسى هذا الشريك. لا، ستظل تقارن هذا الشريك الجديد بالشريك الأول، لأن التعلق موجود. يجب أن لا تقارن لا في الحب ولا في العلاقات العاطفية. ابدأ كل شيء جديد، وهنا نكون قد سردنا كل شيء.